حاجة تمبر عجيبة للتخفيف، 3 مكونات أو نقول 4 مكونات، ايه هما؟ بذرة الكتان اهي، بذرة الكتان اهي، اه هي الكاميرا بذر الكتان بس طبعا مش هو ده، بذر الكتان بيبقى مطحون، نعمل بيه هو مطحون، وايه تاني؟ جنزبيل مطحون برضه، او لو عندك جنزبيل طازة طبعا بتبقي ايه عايزة تبشري، تبشري ما هو طبعا هتبشري علشان نعمل بيه التمرة العجيبة للتخسيس. يلا اوريكم بقى بينا نعمل ايه، بوريكم الاول الشكل بتاع التمر اللي انا عملته اهو، التمر اهو اللي انا عاملاه. هنعمل ايه يا رندا؟ هنعمل ايه بالتمرة العجيبة؟ التمرة العجيبة اهي يا ستي، ايه تطلعي النوى منها وتفتحيها كده وتحطي فيها معلقة جنزبيل مطحون، بذر عليهم بذر كتان معلقة برضو كبيرة، تحطي عليهم شوية صغيرين خالص من المية وتقلبيهم في بعض. بعد كده تعملي ايه؟ اقول لك ستي نعمل ايه، تعالوا اعلمكم تعملوا ايه. دي عجينة طبعا بذر كتان على ايه، على جنزبيل مطحون اشتريته من عند العطار، حطيت عليها شوية مية اهو، حط شوية مية منه، حطيت عليها شوية مية صغيرين وقلبتهم في بعض، بقت العجينة كده. ايه عشان يقول ان مشوفناش كويس اهي قدامه، طبعا مش عارفين هتعملوا ايه، طبعا اقول لكم شيل الحاجة دي جنب كده، نجيب التمرايه اهي فاتحينها على الاخر ونحطها نمليها على اخرها، اهي نمليها على اخرها شيلها كده، بصوا اهي بقت اهي مليانه على اخرها اهي، نقوم حاطينها مع اخواتها كده تمام. بقت التمرية عاملة كده مليانة على اخرها، طب هنعمل ايه يعني؟ هناخدها ازاي؟ احنا صايمين، انا عارفة ان انتوا صايمين، هقول لكم يا حبايبي تعملوا ايه. واحدة تتاخد على الفطار، اول ما الاذان بتاع المغرب يأذن تاخدوا واحدة وتشربوا مية، تاخدوا واحدة تاكلوها هتشربوا مية كتير، وبعد كده بعد الفطار تشربوا شاي اخضر من غير سكر، بعد السحور هتاخدوا واحدة كمان وهتشربوا شاي قبليها ب10 دقايق شاي اخضر برضو من غير سكر، دي كفيلة انها تديكوا سكريات، وكفيلة كمان انها تساعدكوا انكوا تحرقوا دهون. واللي عايز يا جماعة يحط عليها قرفة، هتبقى معلقة صغيرة قرفة، وبرضو نفس كمية المية والجنزبيل
وبزر الكتان المطحون. بصوا يا جماعه بزر الكتان المطحون شكله عامل ازاي عشان اللي يقول نشوف مش شكله عامل ازاي يعرف. اهو يعني قربت الكاميرا عليه اهو، طحنت امبارح وحطيته في العلبة. هادي بذر الكتان المطحون، تمام. اسيبكم بقى اقول لكم تصبحوا على خير مع تجربة اخرى، وان شاء الله تصبحوا على خير.